هاي جيش العنبات، وفيديو النهاردة هيكون عن تسريبات جديدة. نار نار نار، كملوا معايا لاخر الفيديو عشان تعرفوا كل التسريبات. وبس خلونا نبدأ. في تسريبات قالت ان اريا هتحصل على ميراكلوس الدعسوقة، وفي تسريبات قالت ان برضو إليكس هيبقى القط الاسود، وفي تسريبات كمان بتقول انه مارينيت هتستخدم القوة المطلقة وليس هوكموث. بس احنا ما نعرفش، يعني هي الصور مشوشة، فهنحلل كل صورة مع بعض ونحاول نطلع الشخصية الصحيحة اللي هم قصدينها. فبس خلونا نشوف الصور مع بعض. اول صورة هنا هي مارينيت بالقوة المطلقة، والبعض بيقول وده يعني مؤكد اكتر ان هو هي دمجة مع ميراكلوس تانية رهيبة، شكلها حلو قوي وكيوت جدا جدا جدا، على كحكتين حلوين قوي وكيوت خالص. قولوا لي رأيكم فيها في الكومنت، انا مقيماها 10 من 10. ننتقل على الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها هما نزلوا الصورة الهوكموث جديد او شادو موث الجديد، فالصورة دي حماسية جدا جدا. حالة صاحبتي كانت بعتها لي الصورة. وطبعا من خلال الصورة دي نقدر نستبعد ان كل البنات اللي كانوا في الصورة مستبعدين ان هما يكونوا هوكموث، ونو واي طبعا يكون ادريان، فهو فيليكس زي ما قلت لكم في المرة اللي فاتت في الفيديو. فقلت لكم ترقبوا هو فيليكس في اخر الفيديو، بسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف للي عايز يروح يشوفه. الصورة اللي بعدها من حلقة المحطمة الوحيدة، والراجل اللي قدامكم ده هيتصب الاكوما وهيكون بالشكل ده. خلينا ننتقل للصورة التانية، وانا شايفاكو يلي ما عملتوش لايك. Oh my god. يلا اعملوا لايك. خلونا نشوف الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها طبعا زي ما انتوا شايفين هي كل الصور اللي هم مسربينها مشوشة كده، بس طبعا من التحليل واضح ان في شعر بني سايب، واضح ان في زي الدعسوقة اللي لونه احمر. فمن الاستنتاج هتكون دي آليا بميراكلوس الدعسوقة. بس آليا بتعمل ايه بميراكلوس الدعسوقة ولي ده؟ ممكن نشوفه في الفيديو الجاي ان شاء الله، وهعمل عنه فيديو كامل فترقبوه. الصورة اللي بعدها شبيهة جدا جدا للشخصية دي، واظن ان الصورة دي هتبقى عشان هو ياخد ميراكلوس الديك، ف يعني ده اكيد جدا. الصورة اللي بعدها هنا الدعسوقة بس بيويو مطور. طبعا الحمد لله هم كانوا مشربين قبلها بفترة كبيرة جدا صورة لنفس الصورة دي بالظبط، بس مش مشوشة، فانا هعرضها لكم دلوقتي. هي دي الصورة، وخلينا نشوف ازاي الدعسوقة هتستخدم اليويو المطور ده. زي الصورة دي بالظبط الدعسوقة هتستخدم اليويو المطور. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ودي كانت كل المعلومات والتسريبات اللي نزلت علشان الحاجات الحماسية الجديدة. فبتمنى يكون عجبك الفيديو، متنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. وبس، باي باي.